السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. النهاردة إن شاء الله الوصفات بناء على طلبكم. النهاردة هنعمل شوربة الكرنب الحارقة، وهنستخدم بقى حاجات جميلة جدا. نبدأ بقى داخلين على الشتاء والأجواء الدافية، فخلينا نعمل شوربات تفيد جدا أصدقائنا، كل الناس اللي حابين ياخدوا حاجة مفيدة تساعد في الحر. وهنعمل إذا تبقى من الوقت ربنا يعني يبارك فيه، هنعمل العزيزية الحلوة، علشان هي من الأصناف اللي طلبت مني كذا مرة وأنا حابة أعملها لحضراتكم. النهاردة إن شاء الله بذكر كل أصدقائنا مشاهدينا صفحتنا مطبخ عظيمة على الفيسبوك، لو عايزين أي تشوفوا أي وصفة إحنا عملناها على مدار الأسبوع أو أي حلقة، حضراتكم تعملوا بس سيرش، تكتبوا اسم الوصفة أو اسم الـ يعني النوع الحاجة سواء حلو أو حادق اللي أنتوا عايزينه، وتطلع لكم فيديو مستقل مع سكرين شوت من المقادير وكمان لينك الحلقة كامل. وأي بقى طلب خاص بالطريقه مكتوبه دي بتكون من خلال الشيف عظيمه حمدي بالعربي. كمان اي طلبات اي وصفات حضرتك عايزينها بتكون من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. طيب النهارده هنعمل ايه؟ هبدا بعمل شوربه الكرنب، وهنعمل كمان العزيزيه. لكن خليني اقول ان انا النهارده معايا بذكر كل اصدقائي كل مشاهدي الكرنب، امبارح رحت المعرض التقيت بناس كتير، شكرا على يعني المقابلات اللطيفه، ناس كتير توقفني وناس كتير عايزه تعرف انا جايه لمين وجايه فين وبعمل ايه. فامبارح انا كنت في المعرض واكيد ناس كتير كانت حاضره، واكبر الشركات الخاصه بالكوزماتكس وخاصه بالتجميل كانت موجوده، والحقيقه المعرض كان مشرف جدا. خليني اقول انا حضرت معرض السنه اللي فاتت كان خاص بالفود بس، كل الاكل بس، كل الشركات الخاصة بالأغذية. السنة دي المعرض هايل هايل هايل، تنظيمه هايل. بوجه تحية لكل من نظم المعرض في قاعة في أرض المعارض. دي الأرقام الخاصة بالتواصل من خلال تي أند إس كوزماتكس بصفاء غنيم، لأنه المنتجات اللي معايا النهاردة معايا ماجيكال ميكس هايل، امبارح كانت عاملة خصم 50%. يعني المنتج كان عايز أقول لكم بيتباع، يعني الناس مش مصدقة، الناس تاخد بالباكيتات وأنا واقفة ما شاء الله، ربنا يكرمها يا رب. وهو طبعا خاص بإنبات وتطويل إطالة الشعر، ناس من بره مصر، ودي حاجة مشرفة ان يبقى عندنا منتج معمول في مصر، صنع في مصر، وناس من بره مصر تسأل من جنسيات مختلفة، بشكرهم حتى اللبنانيين. طيب خلينا نتكلم عن الشيا داكس. الشيا داكس ده عبقري بدل البروتين. احنا مش محتاجين نعمل بروتين عند الكوافير، احنا ممكن ناخد حاجة فيها زبدة الشيا، وطالما جاية من مصدرها الأصلي فهي بالنسبة لي هتبقى يعني فعالة. الشيا داكس ده حاجة عبقرية كده، بتفرد الكسرات اللي في الشعر للأطفال للكبار، بديل البروتين وبيعالج كمان، معالج للشعر. طيب هنتكلم عن الماروداكس. الماروداكس ده من الحاجات اللطيفة جدا جدا، تناسب كل الأعمار، وخاصة قوي بالأطفال اللي عندهم شعر هايش، عندهم شعر مقصف. هنبدأ بقى نعمل بعد الشاور ونحطه، ويبقى كده معالج ليهم، بيدي لمعة لطيفة وبينعم كمان الشعر الهايش. أتمنى يا رب تتواصلوا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة، وكمان من خلال الصفحة الخاصة بيها حاجات بنات هتنزل دلوقتي على الشاشة علشان تشوفوها وتتواصلوا معاها. اللي عنده أي مشكلة تانية عندها برودكتس كتير غير البرودكتس اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي، تقدروا تتواصلوا وتسالوا عنها، ولو عندكم اي مشكله هي تقدر تحلها اذا عندها المنتج الخاص بيها. طيب دلوقتي هنبدا نعمل شوربه الكرنب الحارقه، ومجهزه لحضراتكم مفاجاه في الفقره اللي جايه ان شاء الله رب تعجب حضراتكم باذن الله، عن منتج هنتكلم منه هيناسب ناس كتير جدا جدا. خليني ابدا اقول انا هحط اول حاجه انا عايزه اعملها شوربه بسيطه. ناخد المقادير ونزلوا المقادير واستعرضوها، عقبال ما انا اجهز هنا جنبي كده الملح والفلفل واخد الحاجه دي جنبي. انا عندي الشوربه دي عندي كرنب ابيض وعندي كرنب احمر، حطوا بقى الايه شكله في الالوان. عندي بصل اخضر متقطع، وعندي بصل شرايح ممكن يبقى احمر وممكن يبقى ابيض، كرفس هايل، عندي جزر، وعندي معلقه واحده من الصلصه، زيت زيتون، وعندي فلفل اسود وملح، بابريكا، كاري، مرق خضار. مرق الخضار اللي احنا اتفقنا عليه، يا اما هحط ميه واسيبها تغلي مع الخضار بتاعي ده هتديني نفس النتيجه، يا اما هضيف مرق خضار اللي يعجب حضراتكم ضيفوا. انا دلوقتي هحط نقطه واحده بس من زيت الزيتون، نقطه معلقه اهي قدام حضراتكم بتبصوا عليها، وهاخد كده معايا البصل بسم الله، هديله تشويحه خفيفه كده، وطبعا هحط معاه لو عندي البصل الاخضر القمر ده بسم الله، بيدي طعم وتسكيره حلوه قوي ومفيد جدا. وعندي الجزر
بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربة دي هايلة، الناس اللي عايزة تتعامل معاها بتساعد جدا جدا. وعندي كروم أحمر، نوعوا بقى في الألوان الحلوة دي. بصوا تشويحة بس كده خفيفة تشم النار، وبعدين عندي الكرنب الأبيض. بسم الله، كده حاضر، كده حط بس الأبيض كله. بسم الله الرحمن الرحيم، تقليبة كده وتشويحة. وبعدين عندي الكرفس، عندكم كرفس فرنساوي ماشي، عندكم كرفس بلدي بتاعنا العادي شغال. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعدين مش هحط الملح دلوقتي لاني في مفاجأة، هحط رشة من الفلفل، واتفقنا هنحط رشة من الكاري، بيحفز كمان جدا. عايزة اقول لكم يعني الكاري ده من الحاجات العبقرية، ومش هنسى رشة من الجنزبيل او قطعة منه علشان ادعم كمان الحرق. ويا سلام لو في كان شويه قرفه عايزين تضيفوا عود قرفه حطوه، رشه خفيفه من الكمون، وحط رشه من البابريكا اهو. ويلا بينا، وادي رشه كمان من الحبهان. عايزين تحطوا ورقتين لورا ماشي، عايزين تدعموا باي حاجه من المنكهات الحلوه ماشي، بس هي كده كافيه جدا وهتدوقوا طعم شوربه هايل. هبدا اضيف خلاص. المفاجأة بقى، الملح مش هحطه، هقول لكم ايه نوع الملح اللي انا هحطه، لكن لما ناخد فاصل ونرجع انا بضيف دلوقتي ميه لاني هغلي الخضار، فانا مش محتاجه احط مرق. انا دلوقتي هضيف الميه على الكرفس والبصل والكرنب الابيض والاحمر والجزر والبصل الابيض والبصل الاخضر، كل الحاجات الحلوه دي مع الجنزبيل مع الكرفس مع الكاري نص معلقه. وهبدا بقى ايه، اسيبهم يغلوا مع بعض كده، ومش عايزاهم يغلوا يتهروا، انا عايزاهم يغلوا كده ويبقوا محتفظين بان الخضار لسه فيه قرشه خفيفه عشان استفيد بالفوائد، وعشان لما اجي اسخنه اقدر استفيد كمان بالفوائد اللي باقيه فيه في التسخينه الثانيه. طيب هستسمح حضراتكم يطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل معايا مفاجاه ليكم ان شاء الله تعجب حضراتكم، نتكلم ليها لكل اصدقائنا عندهم مشاكل معاها، مش هقول هي ايه، لكن فاصل ومستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد الفاصل، معايا مفاجأة. أنا قلت لحضراتكم أنا مش هحط ملح في الشوربة، إحنا هنتكلم دلوقتي عن مفاجأة معانا النهاردة، ومنتج نازل من منتجات الجميلة المحترمة تبع شركات من الشركات الكبرى التي تحترم، وليها يعني شركات أدوية كبيرة مش شركات قليلة، وده معمول يعني حاجة خاصة جدا بالبيشنتس أو حالات معينة للناس اللي طلبوها في السوق ومش لاقياه، عشان نوفر على حضراتكم التعب. لكن اسمحوا لي الأول أرحب بضيفي الموجود مشرفني ومنورني معايا النهاردة، دكتور كريم وجيهي. دكتور كريم براند مانجر ل اتش بي جي، وحضرتك منورني النهاردة، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، يعني صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين لمطبخ عظيمة. أنا مبسوط جدا أن أنا مع حضرتك وعلى قناة المحور. يعني ربنا يخليكي يا فندم، ميرسي، شرف لينا. النهارده احنا هنتكلم عن ملح وسكر دايت، لكن احنا النهارده انا كلامي كله عن الملح، هنحكي طبعا يعني عن الاثنين، بس الملح عشان عايزه دلوقتي احطه في الشوربه بتاعتي. انا كنت مستنيها بالظبط. احنا دلوقتي هنتكلم، اول سؤال عايزه اقول بس للناس كلها، المشكله اللي بيعملها الملح العادي في العموم ايه للناس؟ تمام، يمكن فعلا المبدا بتاع الملح او التوجه بتاع الملح ده حاجه جديده في مصر خاصه، يمكن ده من 94 بره مصر، بس في مصر خاصه ليه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم ان الملح العادي اللي هو ال NaCl او كلوريد الصوديوم مشكلته في الصوديوم. تمام، لما بنستخدم او بنستهلك الملح في اكلنا الطبيعي والعادي ده يعني بيعلي معايا الضغط. كويس. ال WHO او منظمه الصحه العالميه قالت ايه؟ ان احنا لو قللنا استهلاكنا للملح للتلت هيقل معدل الاصابه بامراض القلب اللي طبعا اشهرها الضغط طبعا للتلت.
كويس جدا. طب خلينا دكتور بعد اذن حضرتك نعرض الارقام الخاصه علشان دي الفريق الطبي الخاص ب اتش بي جي يرد على اي استفسار خاص بمشاهدينا اللي بيشوفونا من خلال مطبخ عظيمه. ودي الصفحات من التواصل على الفيسبوك يا جماعه، الصفحه ودي الانستجرام، دي الانستجرام عشان حضراتكم تقدروا تتواصلوا. انا عارفه ان في اصدقاء كتير جدا بيحبوا التواصل من خلال الانستجرام. واي سؤال، اي دخول تعرفوا اي تفاصيل بيبقى مكتوب للدكتور. اي طبعا هيبقى في طبعا استشارات، في مفاجات وهدايا وخصومات طبعا، خاصه طبعا بالنسبه لانه اول منتج طبعا تابع لشركه جديده، لكن مش اول منتج للشركه، هي شركه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني من الشركات الكبيره جدا للادويه. طيب ايه بقى الملح الدايت؟ ايه الملح الدايت وايه الفرق بينه يعني وبين اي ملح عادي؟ اي ملح عادي احنا متعودين على كلمه سكر دايت، لما بنيجي نتكلم عن الملح بنقول ملح لايت. ليه؟ لان انا هنا يعني خاصين الموضوع في الصوديوم، لازم اقلل كميه الصوديوم، ودي نجح فيها بعض الشركات. بس اتش بي جي بتتميز في لايت سولت بايه؟ ان انا قللت، ده الملح الوحيد في مصر اللي اقل في نسبه الصوديوم 66% عن اي ملح تاني. ده نسبته تقريبا 31%. بالظبط يا فندم. لان الملح العادي ايه 90% صوديوم؟ 90% صوديوم. وده اللي بيسبب لي مشكله. طب انا هنا هيجي بعض المشاهدين يقولوا لي طب انا كده مش هحس بقى بالطعم الحادق اللي انا متعود عليه. ايوه انا هجرب اهو، انا استنى بقى انا احنا فيها. انا هجرب بس كده اشوف بس. لا تمام، خلينا بقى ايه ارش رشه كده. انا هحط إيه، طبعا البرطمان ده عملي جدا بالنسبه لي في المطبخ، احنا كستات بيوت او كمطبخ الملح انا عايزه الحاجه العمليه، الحاجه الحلوه الكبيره، احنا شعب مصري بنحب البورشن الكبير حتى في الاكل، فدي حاجه كويسه. دي تقريبا كام جرام يا دكتور؟ دي 200 200 جرام، حاجه كويسه جدا. بالظبط كده. كمان بقى احنا يعني لايت سولت اول فورمه في مصر للملح اللايت ساشت، في منها اكياس بحيث لو انا خارج بره عايز اخد على الطبق بتاعي بس، او على انا واخده معايا اللانش بوكس بتاعتي احط على السلطه بتاعتي، احط على الاكل بتاعي، اخد الكيس بتاعي. حلو قوي. ده منه اكياس ومنه كده عبوات لايت سولت. ده يعني نسبه الصوديوم فيه تقريبا 31 او 32% ماكسيموم يعني. مزبوط. دي حاجه هايله. طيب الطعم بقى عوضناه بالبوتاسيوم. ايوه تمام، وعوضناه بالمغنيسيوم واليود، ان زي ما حضرتك عارفه ان الجسم مش بيصنع اليود، فكده كده بنحتاجه من سورس خارجي. تعالوا بقى تعالوا وانا اقول لكم. انا ما حطيتش منه كتير على فكره، وكان عندي احساس داخلي ان انا حاطه اصلا بيني في قراره نفسي اقل من النسبه الطبيعيه اللي يعني اللي على الحله اللي انا بعملها. بس انا دقت دلوقتي ولقيت ان الملح عامل تيست حلو ملح. طيب دي صفحه الفيسبوك عشان برضو اللي عايز يتواصل من خلال الفيسبوك ما عندوش انستجرام، يبقى احنا عندنا صفحه الخاصه بالفيسبوك للفريق الطبي الخاص بشركه اتش بي جي علشان اللي عايز يسال عن الملح. طبعا الملح ده عبقري، انا طبعا يعني بهنيكم طبعا على الفكره. شكرا جدا، بشكركم انكم عملتوا سيرفي، اصل عشان انجح لازم اشوف غيري عامل ايه. بالزبط. ولازم لما انزل بحاجه مختلفه عن الاخرين فتخليني متميز بيها في يعني الناس تبص لي ليه، ما دام في كذا حاجه على الرف ثانيه هقول ده ليه، لازم اقول ان ده مختلف عشان كذا وكذا. طعم الشوربه انا حطيت شويه صغيره، يمكن قدام حضراتكم الكاميرا كانت جايبه، انا ما تخيلتش انها هتخلي الشوربه تبقى طعمها مملح، انا كنت حاسه اني هحط تاني. وما غيرتش الطعم؟ لا ما غيرتش الطعم، طعمه زي ما هو ملح عادي كاني. لا مظبوط جدا مظبوط جدا، انا ما حطيتش ملح خالص قدام المشاهدين. ويا ريت حضراتكم تجربوا، اصل انا مش هقدر اقول لكم كده الا لما تجربوا. البرطمان ده احنا قلنا 200 جرام. في منه علبه ثانيه بعد اذن حضرتك يا دكتور. انا هاخد دي لايت صاد، دي فيها اكياس صح كده؟ باكتس كده. ده الباكت تقريبا عامل ايه؟ 2 جرام مثلا؟ 2 جرام صح؟ بالتقريب. طب انا عينيا مزان ولا ايه؟ ما شاء الله يعني. ده تقريبا 2 جرام الباكت اهو جوه، عشان حضرتك تبقوا عارفين دي باكتس كده نقدر ناخدها في الشنطه معانا او مع اللانش بوكس بتاعنا لو احنا عاملين خضار سوتيه، عاملين حاجه مش حاطين ملح، نقدر ايه نستخدمهم معانا. يبقى حاجه كده بسيطه. طيب دكتور هسالك على حاجه بقى، احنا عايزين نعرف تاثير الملح الدايت، بما اننا احنا قلنا الفرق بين الدايت والعادي، خلينا نقول بقى تاثير الملح الدايت على الجسم ايه؟ التاثير هنا بقى مهمه. ليه؟ لان انا زي ما حضرتك عارفه ان الصوديوم بيحبس ميه، انا هنا دي هتخلص من النقطه دي نهائيا. تمام. زائد هاكد بقى ان احنا هنا بنماتش او بن بن يعني مع التوصيات بتاعه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء، ان انا هنا قللت استهلاكي للملح وكمان قللت استهلاكي للصوديوم. تمام. فانا هنا هبقى بماتش في حته ان انا هقلل معدل الاصابه بامراض القلب للثلث. كويس قوي. وده رقم كبير جدا، وزي ما حضرتك عارفه ان في امراض متلازمه عندنا هنا في مصر، سكر، سمنه،
ضغط. تمام. والكوليسترول كمان بيبقى ساعات عالي. وبعدين هنبعد عن الدايليما اللي احنا بقى بندور فيها او الدايره المغلقه، ان انا كل لما حد احلي فاستهلك بقى دم السكر، عشان كده نيجي نتكلم برضه عن السكر. بس انا يعني هقول لحضرتك بقى خلاص، احنا كده الفرق بين لايت سالت سولت عن اي منتج في الانواع الملح الاخرى المختلف فيه الاخر مره قدام مشاهدينا قبل ما نخلص كلامنا عن الملح. اول ملح في مصر والوحيد اللي فيه نسبه الصوديوم اقل 66%. حلو قوي. وفي نفس الوقت في صوره اكياس. كويس. مع الملاحه طبعا. غير الملاحه، خليني احطهم جنب بعض عشان بس ايه اهو كده تمام. طيب نيجي بقى نتكلم عن السكر الدايت. شوجرلس. الشوجرلس. عايزه اعرف بقى، عشان انا بص عندي ايه الحته دي شائكه، فانا يعني ايه ما تزعلش من اسئلتي النهارده. لا لا خالص. قولي بقى دلوقتي شوجرلس، انا عارفه ان هو خالي من الاسبرتام، يعني قول لنا بقى المواصفات عشان بس في ناس متخيله ان الاسبرتام بس، ما في حاجات تانية خاليه من الاسبرتام. مزبوط. ايه الفرق بين منتج حضرتك اللي انت بتعرضه النهارده وبين اي منتج سكر دايت تاني ليه اسم؟ جميل. يمكن شوجرلس هو يعني لما بنيجي نقول كده نتكلم عن السكر دايت لازم ندور على معايير، الموضوع مختلف عن الملح شويه. الملح لسه احنا بنقول مبدا جديد او توجه جديد، انما بنيجي نتكلم عن السكر الدايت لازم ناخد بالنا من المعايير اللي بقول لحضرتك عليها. اول حاجه الامان. الامان ده بيجي منين؟ اللي حضرتك بداتيها اللي هي الاسبرتام، ان هو يكون خالي من الاسبرتام. طب تاني حاجه، في توجه دلوقتي ان كمان نبعد عن السوربيتول. ليه السوربيتول؟ دي ممكن تبقى مفاجاه بقى وبعض المشاهدين ما يبقوش عارفينها، ان السوربيتول مش زيرو كالوري او مش خالي من السعرات الحراريه. هو في سعرات حراريه. وكمان هو سكر كحولي. انا عايز اقول لحضرتك ان هم في اوروبا منعوه من ان هو يتحط على المشروبات والاغذيه في اوروبا. طب بمعنى ايه سكر كحولي؟ معلش الناس بس البسيطه يعني نفس التركيبه بتاعه السكر بس في اللي هي الاو اتش او في كحول. هو عشان كده هتلاقي اغلب المنتجات اللي فيها سوربيتول الكيس بتاعها الومنيوم. عشان طريقه حفظه مختلفه شويه. بالظبط يا فندم. تمام. واستخدامه لفترات طويله هتلاقي بعض الناس وبعض المشاهدين بيشتكوا من ان هو بيعمل زي يعني لجزة افكت او اسهال مع انتفاخات بقى وحاجات زي كده. فنبعد برضو عن السوربيتول. كويس. طب اللي بيميز بقى شوجرلس المعيار التاني ان هو زيرو كالوري، وفي نفس الوقت في حاجه اسمها سكرالوز الماده الفعاله دي. ده امن ماده فعاله وورلد وايد او في العالم كله. بتدي تحليه 600 مره عن السكر العادي، وبالتالي اقل كميه منها هتديني التحليه اللي انا عايزها المرجوه. طبعا بالظبط، ما تغيرش الطعم. كويس. دي حاجه هجربه في الحلو وهعمل بيه شربات. تمام. تسلم ايد حضرتك. ميرسي. وفي نفس الوقت كمان مستقر عند درجات الحراره العاليه. ما هو ده المهم بقى، اللي ملوش درجه حراره معينه بيوصل لها، ولا هو في اعلى الدرجات ممكن يوصل معايا؟ يعني الفرن عندي ممكن اشغله لو قلنا مثلا لحد درجه 220 240 260 شغال معايا عادي جدا. شغال. ده اللي بيميز السكرالوز. ويمكن عشان كده شوجرلس فيه سكرالوز. مش بس كده كمان، هو امن على مرضى السكر بشكل كبير جدا. ليه؟ لان يعني زي ما بقول كده بالكلام الدارج. طب ينفع اطفال وكبار؟ طبعا. أوكي. مش مشكله خالص. ملهوش عمر معين للاطفال نبدا منه اللي عندهم مرضى السكر؟ مفيهوش اي مشكله خالص. هو واخد الاعتماديه بتاعه الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، فمفيهوش اي مشكله خالص. زي ما قلت كده، ما بيتعرفش عليه الدم ان هو جلوكوز، زي ما بيخش الجسم زي ما بيخرج. يمكن عشان ده دي يعني ما بيأثرش على سكر الدم، ما بيعليهوش. فعشان كده اقدر استخدم شوجرلس يعني بكل اريحيه، ما فيش اي مشكله خالص. ما عنديش مشكله فيه خالص. احنا عندنا العلبه، خليني برضو ايه يعني عايزه افتح واحده. احنا الباكتس جوه تقريبا بيحلي قد ايه سكر للباكت؟ الساشيت الواحد او الكيس الواحد بيحلي معلقتين. معلقتين سكر. حلو. يعني حضرتك عامل حساب المصريين بيحبوا السكر الكتير. يعني ايه؟ طيب احنا لسه هيبقى في اوبشن تاني، انا عارفه في اسرار كده العصفوره قالت لي ان في ممكن هينزل منه برطمانات عشان البيوت تستخدم في الحلويات عشان يبقى حاجه موفره ويبقى برقم ارقامه بقى واسعاره متناول الجميع. جدا يا فندم. يعني متناول الجميع يا دكتور. ان شاء الله لما تواصلوا معانا. جدا جدا. بنخاطب الشركه اتش بي جي ارجوكم. لا لا جدا. عشان اصدقائنا، عشان كمان في ناس بسيطه بس عندها. طب خليني بس ارجع للملح بحاجه واحده. البوتاسيوم لما بيزيد في الملح ده بنمنع منه امراض مرضى الكلى او الفشل الكلوي لا قدر الله. النقطه دي مهمه جدا. كل التوصيات بتقول ايه؟ بتقول ان احنا المفروض الريشيو او النسبه ما بين الملح بالصوديوم والبوتاسيوم المفروض تكون 2:1. تمام. وده اللي حاصل في لايت سولت سولت. نسبه البوتاسيوم اللي موجوده فيه هي ضعف نسبه الصوديوم اللي موجوده. عشان كده بتعادل الطعم اللي انا عايزه. الطعم الملح بالظبط كده، وفي نفس الوقت تفيدني في صحتي، لان زي ما حضرتك عارفه هي حلوه قوي لمرضى الضغط طبعا العالي والحاجات دي كلها، لكن هنقنن منه لمرضى بس
يعني بياخدوا علاج للفشل الكلوي يعني لانهم ليهم ادويه وعلاجات ثانيه وممنوعين شويه من البوتاسيوم مش هيبقى لطيف ليهم يعني صح كده؟ لكن احنا فيما عدا هذا الدنيا امان جدا معانا هو متميز عن غيره. طبعا دكتور كريم انا يعني سعيده بوجودك معايا ولو ان الوقت طبعا عدى بحضرتك بسرعه لكن اسمح لي هعيد ثاني الارقام التليفون لاصدقائنا اللي بيتواصلوا معانا من خلال برنامجي وفريق طبي كامل يا جماعه بيرد على كل استفسارات حضراتكم وتشوف شكل المنتج والاسعار وموجود في كل الهايبرز يا دكتور موجود في الهايبرز صيدليات وهايبرز موجود وسوبر ماركت كمان دي صفحه الانستجرام للتواصل من خلالها وفي كمان الفيسبوك هتنزل حالا الصفحه بتاعته وطبعا دكتور كريم وجيه انا يعني مش عارفه بشكر حضرتك جدا لوجودك ميرسي على الكلام اللي فيه شيء من الامانه ودي حاجه يعني لطيفه ان حاجه تبقى بنحكي بصفه عامه مش بنقول ان احنا مش بنعيب في غيرنا لكن بنتكلم عن نفسنا ودي حاجه كويسه جدا لان اكيد في منتجات تانية تحترم ولكن انا شايف ان انا متميز عن غيري بحاجات معينه وده حقي فاتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق وشرفتني ونورتني ولينا حلقات تانية يا دكتور لسه لينا في اسئله ولسه فينا حاجات هجرب الطعم في الحلو وهقول لكم مرر ولا ما مررش هقول لكم هو بيتغير مع بعض المشروبات او الحلويات او لا كل ده هقوله هيبقى معانا دكتور كريم وجيه ان شاء الله مره تانية باذن الله بشكر حضرتك جدا جدا شرفتني ونورتني والله شكرا جدا لحضرتك يعني واسمحوا لي بقى قبل ما اختم اقول لكم طبعا ارجعوا تاني تنسوش صفحه صفاء غنيم ما تنسوش المنتجات الخاصه بصفاء غنيم تنسوش ماجيكال ميكس عبقري هتنزل كل حاجه على صفحتها حاجات بنات يا ريت حضراتكم تتواصلوا وتشوفوا الخصومات وتشوفوا الاوفرز تشوفوا الهدايا الحلوه وانا متواصله معاكم لاي اسئله لكن هستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل استني احضر ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل ومشرفني منورني دلوقتي ضيفي في الفقره الطبيه كريم اكرم هيكلمنا النهارده عن كورس التخسيس من فيتارم جلوبال وهنشوف النهارده عملنا مفاجاه وطبعا كريم ما بيجيليش الا بمفاجات حلوه جدا فخليني اصبح على كريم الاول صباح الخير يا كريم صباح الخير يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله بخير انت جاي لنا دايما ومعاك الخير كله يا كريم ربنا يخليك والله بجد والله ده عشانك وعشان كل المشاهدين اللي بيتابعوا ربنا يخليك وميرسي وميرسي ان انت يعني كل حاجه بقولها بجد بتحطها في الاعتبار واتعملت المتابعه الخاصه من الساعه 6 للساعه 10 من خاصه بشركه فيتارم جلوبال علشان حضراتكم ما تشتكوش وما تزعلوش اتعمل انه يبقى في كورسات يعني بشكل اكبر ندعم اكتر عشان تاخدوا قيمه ماديه قليله مقابل كورسات اكتر تكفيكم لفتره اطول اسمحوا لي طبعا نعرض الارقام الخاصه بشركه فيتارم جلوبال هم ما شاء الله كانوا 6 بقوا 9 بقوا 10 وصلنا 10 ارقام وهتنزل الصفحتين الخاصتين بيهم على الفيسبوك حضراتكم تقدروا تتواصلوا من خلال قول لنا بقى المنتج متميز بايه عشان لما تجينا كده العلبه عشان انا طبعا ايه مش كل اصدقائنا يقدروا يشوفوها لكن يدخلوا على الصفحه يقدروا يشوفوها دي الصفحه الاولى قول لنا بقى التواصل ازاي تمام احنا التواصل عندنا بيبقى عن طريق حاجتين الصفحه وعن طريق التليفونات كويس تمام اللي بيميز المنتج بتاعنا عشان خاطر تعرف اللي وصل لك دوت من عندنا ولا لا عندنا الشرينك الاحمر وعندنا السر اللي بيبقى موجود جوه لوجو كده جولد سر اللي بيبقى محطوط هتلاقيه على اي علبه عندنا ليها علاقه بالكبسول تمام زائد ان الشنطه بتاعتنا هما لونين ازرق وموف برضو ده بيميزنا ده احنا بيبقى دايما بيبقى على الشنطه مكتوب كمان ارقام الفريق الطبي عشان المتابعه عندنا المتابعه بتبقى الارقام موجوده على الشنطه عشان خاطر الفريق الطبي يبقى قاعد عارف لما انا بقول للعميل دايما لما هو بيتصل بيا الارقام اللي عندك على الشنطه ايه هي يقولها لي اقول له يبقى انا عرفت انت متابع مع مين بالظبط يعني انتوا عاملين ده اوريدي كمان من خلال الشنط من خلال الشنط والكورس نفسه وانتوا عاملين اوريدي كمان عندكم على السيستم عاملين فايل لكل عميل مظبوط يعني طبعا انت بتعرف ده عميلك او مش عميلك كمان مظبوط مع الدكتور ده ولا لا زي ما قلنا قبل كده عشان خاطر اريحيه العميل تمام العميل مرتاح مع الدكتور ده بنفسه فهو لازم يتابع معاه هو هو برضو ده احنا لازم نربط ده بده الاول عايزين بس نقول للمشاهدين ان انا جاي النهارده الكورس بتاعي لا انا نتكلم على الكورس عادي الكورس بتاعي النهارده وعليه خصم 70% تمام ده جانب ما شاء الله ان الكورس عليه خصم 70% مش عايز احسدك عشان الجانب مش مهم اعرف اللي باقي اكيد اللي باقي لا ده اللي باقي احسن ده خصم 70% ده انا عملتها قبل كده مع حضرتك اكتر من مره لا انا عارف لكن انا جايب هديه معايا النهارده يا سيدي كورس وعليه كورس ده كلام ده اللي جديد بقى ليه؟ عشان اساس موضوعنا النهارده ايوه هو الكرش من مصطلح الكرش اللي هي البطن منطقه البطن زياده السمنه في منطقه البطن تمام ده بيبقى عند الرجاله
بشكل عام بنقول انه بيبقى بعد الجواز. ليه؟ هو عز يا كريم بياكل بط ووز وحمام وحماته بتجيب له مراته بتعمله، عايز ايه؟ لا احنا بنقول كده، لكن هو في عوامل. طبعا بيبقى في عامل وراثي، في عامل غذائي. ده مهم جدا ان انتوا لازم تعرفوا ان اذا كان في عامل وراثي ولا لا. طبعا بس مش بس التحليل، لان انا عندي برضو ستات كتير بيكلموني في منطقه معينه، ما هو برضو لازم اعرف انت عندك حد من العيله بيشتكي من نفس المنطقه. عندك مشكله في الارداف، طب ارجعي كده للوالده للاخت بتاع العيله، هتلاقي ان في عامل وراثي في الموضوع، وده طبعا احنا ما بنتحكمش فيه. ايوه بس تعرفوا تتعاملوا معاه. بنعرف نتعامل معاه طبعا عن طريق الكورسات بتاعتنا والنظام بتاعنا. حلو قوي. يعني انا جايب خصم 70% وجايب كورس وعليه كورس هديه. حلو ده قوي. ليه؟ عشان الرجاله اللي بيطلع لها بطن بعد الجواز. ادينا عاملين لهم اهم شوربه الكرنب الحارقه. طبعا كنت متابعها وحلوه جدا. المخرج معترض يا كريم. ليه؟ بيقول لك مش كلهم يطلع لهم كرش بعد الجواز، الراجل ما عندوش كرش يعمل ايه؟ اقول لك انا، هو ده بقى هو عنده حق. ليه؟ هو خلي باله من نفسه، لان في عوامل، هو مش بيتجوز ويطلع له كرش على طول، لا هي مش لازم. هو في عامل على ده. طبعا بيبقى في عامل ان انا الاكل طبعا السريع التكاوي، لان طبعا الزوجه بتبقى بتساعد جوزها في جميع الاوقات عشان طبعا الدنيا تمشي، فبيبقى دايما الاكل من بره. الحاجات اللي انت عايز تقول يعني الزيوت المهدرجه والحاجات اللي هي مقليه والحاجات اللي احنا بناكلها من بره، ما احناش عارفين بنتعامل مع مصادرها ازاي. مظبوط، ده اسمه العامل الحياتي. زائد ان احنا طبعا في عامل تاني وهو اسمه العامل الغذائي. العامل الغذائي ده بقى طريقه الاكل. صح يا كريم. واكل وانام. والله دي كلمه بس يعني بعد ناس غصب عنها والله يا كريم بسبب الشغل. بس احنا نحاول على قد ما نقدر واحنا بناكل بالليل ناكل حاجات بسيطه. فاهمك. انت في الاول وفي الاخر الغرض بتاعك ايه؟ مش ان انت تشبع. ايوه صح. لكن انا اكيد مش هبقى نفسي بالليل في ان انا اكل في نص فرخ، يعني انا اكيد. ايوه صح. لا انا عايز اشبع، فانا ممكن اكل خيار، فاكهه، مش هيجري لي حاجه، وصحيه اكتر. صح. زائد ان انا لما هاكل وانام انا اجهزه جسمي كلها واقفه. ايوه وقت بالليل ده الحرق بيبقى خلاص ولا الهوا. صح. عشان كده انا دايما بنصح ان احنا ناكل في فتره الصبح، فتره الشمس، علشان احنا الحرق بيبقى فيها افضل واحسن. مظبوط. طب انت بس انت عندك النقط بتعوض دي بالليل يا كريم؟ انا عندي نقط بتعوض ده، وعندي ناس بتبقى عندها اصلا نسبه الحرق عاليه جدا، وعندي ناس عندها نسبه الحرق معدومه جدا. انا بقابل ده وبقابل ده. تمام. وبقابل اللي هو الطبيعي. عشان كده انا لما جيت النهارده اطلع بالكورس بتاعي جبت عليه كورس هديه. وهو احلى حاجه انت عاملها ان انت عامل الكورس في الكبسولات اتنين، النقط اتنين، الاعشاب اتنين، فانت يعني ما شاء الله انت حاولت تحل مشكله الناس، يا اما تدعم ده فهتكثف كورسها، يا اما تمشي على فتره. يكفيهم فتره قد ايه ده كده؟ الكورس لو فرد واحد عايز ياخده هينزل 30 كيلو. هيبقى ده اسمه كورس المضاعف. كورس المضاعف ليه؟ لانه هياخد الاثنين هو لوحده. عشان هينزل عدد الكيلوهات. مظبوط مظبوط. لو هياخد الكورس وعليه كورس عشان خاطر زي ما انا ما بقول زوجة خدت الكورس ولقت ان الكورس عليه كورس هديه، ممكن تاخده لجوزها. لانك هقول لك انا الكبسوله عندي دي مختلفه عندي. انا الكبسوله عندي اول واحده بتسد الشهيه، اللي هي بتقفل المعده وتحسسني ان انا شبعانه مش عايزه. بديله طبعا لعمليات التكميم والشفط، والبديله للعمليات الجراحيه بشكل عام. تمام. انا بحس ان انا شبعان فانا بضطر ان انا اخس، زائد ان فيها درجه ثبات ان انا بعد ما انزل من الوزن افضل زي ما انا. ايوه ده حاجه يعني حلوه. يعني نزلت اول اسبوع طبعا، والمقياس عندنا من اول اسبوع، انا اول اسبوع بنزل 5 كيلو 6 كيلو. حلو قوي. من 5 الى 6 كيلو. كويس جدا. بيبان من اول اسبوع طبعا. زائد ان هو بيبان مع الهدوم والحاله النفسيه بتتغير، ومالوش اي اعراض جانبيه بتاتا، 100% طبيعي. يعني اعشاب طبيعيه 100%. فاحنا بناكد عشان اصدقائنا اللي لسه اول مره يبداوا ياخدوا كورسات. في ناس بتخاف، في ناس نفسها. انا هقول لهم دلوقتي هو الكورس اصلا، انا مش هقول لهم كبسول ونقط، عشان انا هقول لهم النقط بتعمل ايه والاعشاب بتعمل ايه والكبسول. يعني انا دلوقتي جاي زي ما قلت كورس وعليه كورس زائد الخصم 70%. الكورس الاولاني هو كبسول لسد الشهيه. تمام. بديل لعمليات التكميم. ايه الجمال ده؟ طب انت شم ريحه الشوربه كده وقول لي بقى. لا ده ايه الجمال يعني ده؟ انت الشوربه دي ممكن تكون بالنسبه لك مقززه على انها كرومب بقى وشويه حاجات غريبه كده، بس في ناس ما بتحبوش تقول لك انا مش قادر. بس احنا نكيناها بعود قرفه زود في الحرق وجنزبيل بالظبط، وحطينا شويه كاري وديناها معلقه واحده صلصه بس، ده انه يفتح النفس وريحته حلوه. ريحته حلوه. فانا شايفه ان دي شوربه عبقريه. العين بتاكل قبل البطن يعني. ويعني تاكل حاجه وانت مبسوط منها، ممكن تكون مش بتحبها بس تحبها بالطريقه. مظبوط. طريقه التقديم، انا اتكلمت معاكي قبل كده في الموضوع ده في حلقه. انا عارفه يا كريم طريقه تقديمك
بتخلي الواحد نفسه يتفتح. ربنا يخليك. وده اللي انا نصحت بيه الناس. تسلم ذوقك طبعا. طيب قول لي بقى، احنا الكبسول بيملى واحد بيخلي الواحد الشبع. ياخد كميه اكل اقل من اللي هو متعود عليه. اقل من اللي هو متعود عليه، يحس بنتيجه الشبع قبل ما هو المفروض يخلص. يحس طبعًا كويس. ما ياكلش نفس الكم اللي باكله كل يوم. حلو ده. زائد ان الكبسوله دي فيها نظام للثبات، والكبسوله الثانيه كذلك، بس الكبسوله الثانيه لنحت مناطق معينه في الجسم. يعني لو في مناطق محدده والجسم كويس تقدر تلعب على المناطق دي وتنزل من غير ما الجسم كله ينزل. عشان الثلاث عوامل انا قلتهم، العامل الوراثي، العامل الغذائي، والعامل الحياتي. حلو قوي. الثلاث عوامل دول، عشان كده انا حاطط الكبسول ده بكورس لوحده هديه، عشان خاطر لو الزوجه هتاخد كورس تاخد برضه كورس لجوزها، لان الراجل عامه بشكل عام في منطقه التخسيس هو خجول. او بلاش خجول، ما بيفرقش معايا شويه. فاهمك. وفي ناس تقول لك انا اتجوزت خلاص بقى، انا كنت جان قبل ومش لازم خلاص يعني. لا. لازم ترجع برضو على نفس المقياس، عشان صحتك وعشان نفسك، عشان صحتك وعشان مراتك وعشان لا عندك اسباب كتير جدا. صحيح. فلا انا اجيب لك كورس وعليه كورس طبعا، ممكن لاختها، ممكن لوالدتها. حلو ده ان احنا ممكن نشارك فيه، بس يبقى ثمن واحد نشترك فيه، وهو اصلا خصم. انت ما شاء الله عامله 70% يا جماعه. يعني 70% ده حاجه هايله يا كريم. ده انتوا كده الكورس يعني، عايز اقول والله هم ساعات بيعملوا حاجات بيبقوا هم في ساعات الشركه نفسها في خساره عليها الفتره، يقول لك بس عشان الناس، عشان هم عايزين. احنا عندنا مشاهدين من عند حضرتك كتير جدا بيكلمونا عن طريق الصفحه برضو. بنحاول نعمل لهم شيء، احنا بنحاول نقدم لهم شيء. انا عارف. احنا عايزين ندهم اعلى نسبه خصم، عايزين ندهم اعلى هدايا، عايزين نزود لهم. احنا لما بنلاقي الفيدباك على المنتج اللي بنقدمه لهم بشكل هايل، يعني لما الاقي عميله بتكلمني تقول انا نزلت 15 كيلو في اقل من 10 ايام. ده ليه؟ هي خدت الكورس وساعدت الكورس ولعبت رياضه وعملت وخدت مضاعف، خدت الاثنين وخدت الرياضه ومشت على الالتزام باللي انت قلته. بتديني انا بقى طاقه اكتر ان انا اشتغل. ان انا بس خلينا نعرف الناس حاجه، انه لكل اصدقائنا هم دعموا الماده الفعاله جوه الاقراص. خلينا برضو نعرف، عشان اللي خد قبل كده غير دلوقتي. دلوقتي هم دعموا الماده الفعاله جوه الاقراص بتاعتهم، علشان يعني ايه كل حاجه بتحصل، هم دايما بيحبوا يعرفوا كده اخبار الدنيا ايه، ويعرفوا يتابعوا مع الناس ليه، علشان هم عايزين يعرفوا في نقط ضعف فين عشان يقدروا يدعموها. هم عايزين يبقوا متميزين عن غيرهم، ده حقهم، لكن في الاخر احنا كمان عايزين احسن حاجه ناخدها وامن علينا وعلى صحتنا. فخلينا نكمل بقى يا كريم، احنا خلصنا كده الكبسولات. هنبدا في النقط. النقط بتزود سرعه الحرق. كويس. لان زي ما قلت انا عندي ناس عندها سرعه الحرق معدومه، وعندي ناس عندها سرعه الحرق منضبطه، وعندي ناس سرعه الحرق عندهم عاليه. عاليه جدا صح. فانا اساسا اللي بيبقى عنده نسبه الحرق عنده عاليه انا بديله واحده نقط. بس الكورس النهارده هو مكون من اثنين واثنين واثنين، كورس وعليه كورس. حلو قوي. عشانك وعشان يعني ليك خصم يا جماعه 70%. 70% ده شبه ببلاش يعني. شبه يعني ما انا عارفه، عشان خاطر الناس والله. وعارفه ان التابلتس دي بتبقى غاليه عليكم انتوا كشركه، وعارفه ان انتم مأمنينها بكل الصور وصارفين عليها جدا، وعايزين يعني بتحافظوا على الحاجه بتاعتكم كده، علشان يعني عارفه ان في ناس بتستفيد وبتبيع بارقام اعلى منكم جدا، بس انتوا ده عندي ناس بتاخد الكورس وبعد كده تخلصه وتاخد كورس تاني وتقول لحد تاني. لا انا عندي من القناه هنا ومن المشاهدين بتوع حضرتك عدد كبير جدا، يعني بقى خلاص ما بيننا وما بينهم عشره. اسمه هو اساسا اسمه العميل الفي اي بي عندنا. تمشي معاه في اي شيء، اي شيء اللي هو عايزه هيحصل. بس لو حد خد بنفس الكورس ونفس الثمن ده وجي يعيد الكورس، مثلا خدنا اثنين، انا خدت واحد وليا مثلا لاختي واحد، بياخد نفس الكورس وجينا الشهر اللي بعده عايز اكمل نفسه زيه يا كريم بنفس الخصم بالهديه. بالهديه كمان؟ بالهديه. طب حلو قوي. انت خدت مننا قبل كده، انت بترجع بقى للفايل بتعرف ان هو خد الكورس بخصم اتنين قد ايه. بيبقى انا مكتوب عندي في السيستم اتنين في واحد بسعر كذا، العميل اسمه كذا، في ساكن في الحته الفلانيه، بروح اعمل له اوردر في ساعتها بنفس الاوردر بنفس القيمه بنفس القيمة كل المالية. حاجه كل حاجه تمام. الكورس ده ينزل قد ايه في الشهر؟ الكورس ده المفترض انه لو الكورس ده انا هستخدم واحد بس واحد بس انا بخس من 15 كيلو ل 20 كيلو. يعني لو خدت الاثنين مضاعف هيبقى هنزل برده، بس ممكن انزل اسرع يعني أسرع. انزل بشكل اسرع في الشهر ده نفس القيمه دي بالظبط، مش هقل عنها بالظبط، مش هبقى 12، مش هبقى 10، مش هبقى لا. حلو قوي. لا لو انت اللي هتاخد الكورس وعليك كورس وانت اللي هتستخدم الاثنين، ده اسمه كورس مضاعف، هينزلك من 30 كيلو ل 35 كيلو. لو انا هاخد الكورس دوت وهقسمه على اثنين وفي حد هياخد كورس وانا هاخد كورس، انا يبقى احنا كده يبقى انا 15 ل 20. حلو قوي. حلو حلو جدا، عشان حتى لو في ناس، بس ده مع الالتزام من النصايح من الفريق الطبي والمواعيد. اهم حاجه قولينا على المتابعه يا كريم، المتابعه بتبقى من الساعه كام؟ احنا المتابعه بتاعتنا زي ما بقول الشنط بتاعتنا مكتوب عليها ارقام الفريق الطبي،
تمام. لما يجي لك شنطة الكورس كلم الفريق الطبي من على طريق الشنطة هيرد عليك. المتابعة من الساعة 6 للساعة 10، أنا مبلغ بده من الساعة 6 بالليل لحد الساعة 10 مساء. الفريق الطبي هيرد عليك على طول، هيديك النظام، هيديك الطريقة. المتابعة أساسا مجانية مع كل عميل خلال مدة الكورس أسبوعيا. حلو قوي. احنا ده على فكرة عندنا عملاء كتير جدا ما بتركزش في النقطة دي. لا أنا بأكد عشان حضراتكم لما يقف معاكم مشكله، حتى لو انا اتلخبطت في القرص نسيت القرص، لازم اقول لهم يبقى نعرف ايه الصح اللي نعمله عشان يديني النتيجه، ما ينفعش اتعامل من نفسي. وانا محتاج اعرف انت نزلت 5 كيلو لان كل شخص صح. انتوا ممكن تكتبوا لكل واحد مختلف هو نفس الكورس بس كل واحد ياخده بطريقه مختلفه على حسب حالته. واحد عنده ضغط، واحد عنده سكر، مش هينفع ده ياخد زي ده. واحد ما عندوش حاجه ما ينفعش ده ياخد زي ده. كل الكورسات بتناسب جميع الحالات. لكن عندنا كورسات تناسب مرضى السكر والكوليسترول والضغط وكل حاجه. عندنا كورسات بتناسب جميع الحالات بس كل حاله ليها نظامها وليها مواعيدها. ونخلي بالنا من مواعيد الكورس. انا باخد الكبسوله قبل الفطار او بعد الفطار زي المضاد الحيوي يا جماعه. عارفين لما بنلتزم بالمضاد الحيوي لما بيعدي عليه وقت كده بتحس ان هو ايه، ما هو جسم ممكن ياخد مناعه. صراحه مش عايزين نخوف المشاهدين، هو مش دواء. لا مش بخوفه. انا بقول لهم التزام المواعيد زي ما احنا بناخد الكورس نقول ايه، عشان بيبقى كل 6 ساعات كل 8 ساعات لما بيتحدد لي وقت اخد كبسوله دلوقتي والساعه كذا التزموا بالمواعيد. يعني ناخدها في مواعيدها مظبوطه، ناخد النقط مظبوطه، نشرب الاعشاب. هنتكلم على الاعشاب. الاعشاب دلوقتي هنقول عليها. هي الاعشاب برضو مهمه هايله جدا لانها بتنقي السموم من الجسم. والله يا كريم انا عايزه اخد الاعشاب حقيقه. والله دعناها الاثنين ليكي. تمام. الحلقه الجايه خلاص. بس اهم حاجه قولنا الاعشاب دي بتنقي الجسم. بتنقي السموم من الجسم زي الديتوكس. بتنقي السموم من الجسم طبعا عشان الهواء والاكل اللي الشارع. طبعا انت كل دوت مش بتبقي ضمناه. لا واللي ما بيلعبش رياضه اصلا العرق ده بيخرج سموم. فخلينا نساعد نفسنا انها تخرج عن طريق يعني تخرج من جسمنا احسن. طيب يبقى احنا اثنين كبسول اثنين نقط اثنين اعشاب. الخصم 70%، الشحن مجانا لحد امتى يا كريم؟ لحد الساعه 12 وبيتم نقله لحد الساعه 4 تاني يوم العصر. اشكرك يا كريم عشان ضغط المكالمات وضغط العملاء. ميرسي ميرسي يا كريم. ميرسي لشركه فيتارم جلوبال. بشكر حضراتكم جدا. ميرسي على ان انتم بتحطوا حاجات كتير في الاعتبار. بشكر حضراتكم جدا من خلال برنامجي. اتمنى اصدقائنا مشاهدينا الكرام اللي بيطلبوا لكم اي حاجه ابعتوا. يا ريت ما نفترضش الوحش قبل ما نجرب ونشوف، والناس ما تحكمش علشان سرعه يوم او فرق يوم او اتنين اتاخروا في الرد علينا او احنا ما عرفناش نتواصل معاهم. بلاش نتسرع ان احنا نحكم، لان كل الناس بتتعاملوا معاهم بصراحه. انا عن نفسي واحده لمسه ده من بره، وانا نفسي بتصل بالتليفون مش عايزه اقول لا وبشوف بيردوا ولا ما بيردوش في اوقات، ولما بحصل في موقف برجع واكلمهم ويقولوا لا ازاي ومين اللي كان في الشيفت، وبيحصل مشاكل كتير في الكويس ما تعرفهاش. لكن حبيت بس اديكوا هنت عنها. اتمنى يا رب ان النهارده طبعا هنعمل عزيزيه ما تقلقوش متشاله، لان انا يعني بهديها لكل اصدقائي اللي بيحبوا العزيزيه. وعملنا النهارده شوربه الكرنب الحارقه، واتمنى يا رب الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم. وكل حاجه هتنزل على الصفحه، سواء الصفحه الشخصيه او صفحه مطبخ عظيمه. طبعا ما تنسوش صفحه فيتارم جلوبال علشان تتواصلوا من خلالها تطلبوا الاوردر. واي حاجه لو لا قدر ما ردوش ابعتوا لي، انا هتواصل معاهم دايركت وهخليهم يتواصلوا مع حضراتكم للمتابعه، ما تقلقوش ابدا. واشكر حضراتكم، بشكر ضيفي اللي كان منورني وشرفني كريم اكرم. ميرسي يا كريم. ميرسي ليكي. واتمنى ان انا اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و سلام عليكم.